هنا الرداد كيطلب الفار يقدر يعطي بيلانتي البركان. هذا الفار غيدير المشاكل المغرب كثر ما غادي يحلهم. تتأكد من الكرة الأخيرة كانت تدخل ديال مروان الهدودي. يقدر يصفر بيلانتي عفوا عليه. الفار يتدخل في اللقطة الأخيرة. مهم حدراف بعد ما فيش تبوحيط كوش مونطال كيلا من نيسو. تدخل مروان الهدودي الحكم كيحاولوا يشوف يعني لقطة من تكون الزوايا يعني التأكد هل كان تدخل في حق زكريا حلف كم ظن يقدر يعطي بيلاتي. لكن الآن غادي يعطي القرار. إذا داكي الرداد يعلن عن ضربة جزاء. إذا داكي الرداد يعلن عن ضربة جزاء لفائدة فريق النهضة المركزية. كوش مونتاج جاب بيلانتي ضد الرجاء. فريق الرجاء ينجح في انه يستعد ضربة جزاء تبعه من جديد. إذا هنا توغل هنا مروان هدودي بحث عن الحكم بل وقال الرجل ديال زكريا احترف وبالتالي كان هناك خطأ وضربة جزاء لفائدة فريق النهضة الأمريكية. إذا فرصة تسجيل الهدف كانت خارجة اون بليس انه الطريقة باش ملعوبة المواجهة فيمكن ما كاين فرصة إلا أنه نتابعوا أهداف. إذا